نجحت السلطات الهندية تحقيقا في حادث قطار وقع أمس بولاية أوتار برادش شمال البلاد وراح ضحيته 23 شخصا. وقال المتحدث باسم السكك الحديدية في الولاية إنه ليس من المعروف سبب خروج القطار عن القضبان، مشيرا إلى أن عدد الضحايا قد يرتفع وأن سائق القطار سيتم استجوابه. يذكر أن هذا الحادث هو رابع أكبر حادث من نوعه خلال العام الأخير في رابع أكبر شبكة للسكك الحديدية في العالم.